بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية لانفورماتيك. إذن في هذه الفقرة إن شاء الله سنتحدث في الإعلاميات. طبعا ذكرنا فيما سبق بأن القرص الصلب هو المكان من الحاسوب الذي توضع عليه كل المعلومات والمعطيات الخاصة بنظام الحاسوب، ثم باقي الملفات الشخصية سواء تعلق الأمر بالصور أو بالسمعيات أو بالفيديوهات إلى آخره. إذن كلها توضع على القرص الصلب. ورأينا فيما سبق بأن القرص الصلب تزداد أو تنقص قيمته حسب سرعته، حسب سرعة دوران القرص الموجود بداخله. ثم طبعا رأينا الجانب الميكانيكي منه. طبعا تحدثنا عن اليد التي تحمي القارئ القرص. في فقرتنا هذه سنتحدث عن مكون آخر من المحتمل بشكل كبير أن يعوض لو ديسك دور. طبعا له فرص كبيرة بأن يعوض القرص الصلب. فقط يبقى الخيار A أو لو SSD. هل سيكون القرص الصلب مع لو SSD؟ طبعا عندما نقول لو ديسك دور لو SSD يعني أننا سنركب القرص الصلب ومعه لو SSD. طبعا لو SSD سيستعمل لتوضع عليه ملفات الويندوز مثلا أو ملفات نظام آخر يشتغل عليه الحاسوب. ويمكن أن نقول أيضا لو ديسك دور أو لو SSD أو لو SSD في جهة أخرى، يعني يكون هناك خيار بين القرص الصلب ولو SSD. طبعا هنا نحن بين خيارين، هناك أشخاص سيختارون بين لو ديسك دور أو لو SSD، وهناك آخرون سيختارون بين لو ديسك دور ولو SSD، يعني أنهم سيركبون الاثنين معا. سيستعمل لو SSD لتوضع عليه ملفات الويندوز أو أي نظام تشغيل آخر، ثم يبقى لو ديسك دور فقط لتوضع عليه الملفات الشخصية والملفات الأخرى. طبعا لماذا؟ لأن لو SSD كما سنرى بأنه أغلى ثمنا من لو ديسك دور. طبعا ثمنه هذا يعود لمميزاته المتعددة. إذن كما عندنا هنا لو ديسك دور إيطي أنكور، يعني أن القرص الصلب كان لا يزال إليا بو، يعني كما نقول هناك القليل أن بو، يعني قليل أن بو دو ريسبي، يعني قليلا من الاحترام. إذن عندنا هنا إليا بو. طبعا إليا نقول مثلا إليا ديزار، يعني هناك أشجار. إذن هناك أشجار. إذن كما نقول هناك قليل، المقصود إلى وقت قليل. إذن لو ديسك دور إيطي أنكور إليا بو، إذن القرص الصلب كان لا يزال إلى وقت قليل. انديسبونسابل يعني أنه مهم. نقول عن شيء بأنه انديسبونسابل يعني أنه مهم. أو فونكسيونمون دو لورديناتور يعني أنه كان لا يزال إلى وقت قريب ضروري لاشتغال الحاسوب. أو فونكسيونمون دو لورديناتور يعني أنه كان ضروري لاشتغال الحاسوب. أون بو أجوردوي لو رومبلاسي باغ أن SSD. أون بو هذا لو فيغ بوفوار كما رأينا فيما سبق. أون بو يعني أننا نستطيع أو يمكننا أجوردوي اليوم لو رومبلاسي باغ أن SSD، تعويضه ب أن SSD. طبعا على الصورة كما نرى أن SSD. إذن هذا الذي سيعوض لو ديسك دور لي ديسك SSD. إذن نتحدث هنا عن أقراص SSD بور، طبعا من عبارة سوليد ستيت درايف. إذن كما نتكلم عن أقراص الحالة الصلبة لي ليكتور أليطا سوليد. إذن كما نتكلم عن قارئ مثل قارئ الأقراص ولكن أليطا سوليد، يعني أنه في حالة جامدة أو في حالة صلبة كما عندنا هنا. بيرميت إذا نتكلم عن لي ديسك SSD، بيرميت يعني أن تمكن دو ستوكي. لو ستوك المقصود به التخزين أو الأشياء المخزونة. كلمة لو ستوك ممكن أن تعني عملية تخزين وممكن أن تعني الأشياء
المخزنة، تنقولوا مثلا مازال ستوك، يعني تنتكلموا على الأشياء المخزنة. إذن هنا بيرميت دو ستوكي، إذا نتكلم عن لي ديسك SSD نتكلم عن أقراص SSD بيرميت دو ستوكي. لي ديسك SSD إذا نتحدث عن هذه الأقراص الجديدة التي ستعوض لي ديسك دور، بيرميت يعني أن تمكن، دو ستوكي دي دوني يعني أن تمكن من تخزين معطيات. لي دوني المقصود بها فيديوهات، كتابات، رسومات أو صور إلى آخره. إذا نتكلم عن دي دوني، تكوم لو في ان ديسك دور، هي تمكن من تخزين هذه المعطيات. تكوم، تكوم المقصود كل مثل، المقصود تماما مثل، الكل مثل، إذا تماما مثل لو في ان ديسك دور. تكوم لو في ان ديسك دور، تماما كما يفعله لو في، يعني كما يفعله ان ديسك دور، يعني كما يفعله القرص الصلب يعني المعتاد الذي نعرفه. Mais leur conception، ولكن تصورهم المقصود شكله. Mais leur conception، ولكن تصورهم. Et leur caractéristique، ومميزاتهم sont différentes، يعني أنها مختلفة. طبعا نتكلم عن لي ديسك SSD، أقراص SSD، إذا تصورها ومميزاتها أنها مختلفة عن تصورات ومميزات القرص الصلب. إذن لو ديسك دور إيتي أنكور إيليا بو إنديسبونسابل أو فونكسيونمون دو لورديناتور، لو ديسك دور إيتي أنكور إيليا بو إنديسبونسابل أو فونكسيونمون دو لورديناتور، أون بو أوجوردي لو رومبلاسي بار أن إس إس دي. لو ديسك إس إس دي بور سوليد ستيت درايف، لكتور أ إيتا سوليد، بيرميت دو ستوكي دي دوني tout comme le fait un disque dur. Mais leur conception et leurs caractéristiques sont différentes. Un SSD ne possède pas de bras mécaniques. Un SSD ne possède pas de bras mécaniques. طبعا قرص SSD ne possède pas. عندنا le verbe posséder يعني امتلك، ne possède pas يعني أنه لا يمتلك، de bras mécaniques، لا يمتلك يد ميكانيكية. إذا نتحدث عن اليد الميكانيكية التي تحمل كما لو نقول القارئ للقرص. إذن أن SSD ne possède pas de bras mécaniques ni de plateau rotatif، إذن هو لا يمتلك يد ميكانيكية ولا كما لو نقول صينية أو شيء منبسط يسمى بلاتو. بلاتو ممكن أن تعني صينية أو كل شيء منبسط. إذن نتكلم هنا عن القرص المنبسط. هاد الأقراص الجديدة هي لا تمتلك يد ميكانيكية ولا ذلك القرص الذي يدور. إذن عندنا هنا ني بلاطو روتاتيف، قرص دوار، كوم لو ديسك دور، كما هو عند القرص الصلب الذي يمتلك يد ميكانيكية وقرصا دوارا. مي اونيكمون فابريكي افيك دي كومبوزون الكترونيك سوليد، ولكنه هو مصنوع فابريكي افيك دي كومبوزون الكترونيك، ولكنه فقط فابريكي يعني انه مصنوع، افيك دي كومبوزون يعني انه مصنوع من مكونات الكترونيك، المقصود الكترونيه، سوليد يعني انها صلبه، ايموبيل وغير متحركه، ليس كما هو الحال عند القرص الصلب الذي عنده يد ميكانيكية متحركة ثم القرص الصلب الذي يدور، وبالتالي نتكلم عن الحركة. في أقراص SSD الجديدة نتحدث عن مكونات إلكترونية صلبة وغير متحركة. ما إينيكمو كما لو نقول ما إلي إينيكمو، ما إينيكمو كما لو نقول ما إلي إينيكمو، فابريكي افيك دي كومبوزون إلكترونيك سوليد ايموبيل، إذن ولكنه مصنوع فقط من مكونات إلكترونية صلبة وغير متحركة. دون لو بواتي في العلبة، دون لو بواتي دو سونو حيث جاء اسمه، دو سونو المقصود حيث جاء اسمه. طبعا كما قلنا الآن بأننا نتحدث عن أقراص الحالة الصلبة، إذا نتحدث عن أقراص الحالة الصلبة
إذن هذا يشير إلى المكون الأساسي لهذه الأقراص التي لا توجد بها مكونات ميكانيكية متحركة، كما هو حال القرص الصلب. دوستوفي كما نقول من هذا الفعل المقصود من هذا الذي ذكرنا لأس أس دي تير لور إبانجل دي جو سور لور بوين. إذن دوستوفي لأس أس دي، ومن هذا لأس أس دي تير لور إبانجل دي جو سور بليزيور بوين. باش نفهموا هذه العبارة غنشوفوا المثال التالي. هذه عبارة تقال هكذا تيغي سون إبانجل دي جو. إذن عندما نقول هذه العبارة تيغي سون إبانجل دي جو سو تيغي دون أفير ديليكات، يعني أنك تخرج من مهمة صعبة. عندما نقول مثلا إيل تيغ سون إبانجل دي جو، يعني كما لو نقول هو أخرج دبوسه من اللعب، ولكن المقصود أنه خرج بصعوبة، يعني أنه خرج من مهمة بصعوبة. طبعا عندنا هنا لأس أس دي تير لو إبانجل دي جو سور بليزيور بوين، المقصود بأن هاد أقراص الأس أس دي يعني أنها نجحت في مهمة قل ما تنجح فيها مكونات أخرى. هذا هو المقصود، يعني كما لو نقول بأن نجحت في مهمات سور بليزيور بوين، طبعا على عدة نقاط، المقصود أنها توفرت لها عدة مميزات جعلتها تنتصر. نتحدث هنا عن الأقراص الصلبة التي نجحت بمميزاتها العديدة، كما لو نقول في الانتصار على عدة مشاكل ربما أخفقت فيها مكونات أخرى، مثلا لو ديسك دور دو صوفي لا اس اس دي تير لو ايبانغل دي جو سور بليزيور بوين. إذن بهذا الشكل الذي تتكون بهد لا اس اس دي، طبعا هي نجحت في عدة نقاط. سنذكر مثلا من هاد النقاط التي انتصرت فيها هاد لا اس اس دي. Ils sont plus résistants au choc. Ils sont plus résistants au choc. طبعا هاد لي ديسك دور عندما يكون خاصة الحاسوب في حالة اشتغال، إذا حدثت بعض الصدمات على الحاسوب طبعا فإن هاد لي ديسك دور قد يتعرض للإتلاف. طبعا كل الصدمات التي قد يتعرض لها الحاسوب خاصة عندما يكون في حالة اشتغال تعرض القرص الصلب للتلف. أقراص الأس أس دي ستجعلنا نتجاوز هذا المشكل. Ils sont plus résistants يعني أنهم أكثر مقاومة. نتكلم على résistance يعني المقاومة، ومن فعل résister. Ils sont plus résistants يعني أنهم أكثر مقاومة au choc للصدمات. au choc للصدمات. et plus léger وأكثر خفة، يعني أنه ما تقيلش، إذن سيجعل الحاسوب أكثر خفة. ce qui en fait un choix intéressant الذي يجعل منهم خيارا مهما. ce qui en fait un choix intéressant الذي يجعل منهم خيارا مهما pour les ordinateurs portables للحواسيب المحمولة. طبعا كلما كان الحاسوب المحمول خفيفا كلما زادت قيمته، إذن هذه من الأمور التي تزيد في قيمته. طبعا هذه الأقراص الجديدة ستلعب على هذه النقطة. d'autre part من جهة أخرى ils sont beaucoup plus rapides إذن من جهة أخرى أنهم أكثر سرعة، وهذا أمر مهم أيضا. ما دامت هذه الأقراص أنها أكثر سرعة، إذن ستزيد في سرعة الحاسوب. سكي الناتو الذي هو كما نقول أداة pour tous les types d'ordinateurs. ce qui est un atout الذي هو كما نقول أداة، إذن بحالة نتكلم على واحد الوسيلة. ce qui est un atout الذي هو أداة أو وسيلة pour tous les types d'ordinateurs لكل أنواع الحواسيب. vu que la rapidité d'exécution de l'ensemble des composants peut être ralentie par l'action mécanique du disque dur classique. إذن vu que بالنظر إلى la rapidité d'exécution كما لو نقول سرعة التنفيذ، طبعا عندما تضغط على برنامج إذن سترى كم سيستغرق من الوقت ليكون جاهزا.
حتى يفتح ويصبح جاهزا طبعا للاشتغال. إذن عندما تضغط على برنامج مثلا أو على لعبة، إذن سترى الوقت المستغرق، ستنتظر لبعض الوقت حتى يفتح هذا البرنامج أو هذه اللعبة إلى غير ذلك حتى يصبح جاهزا. إذن نتكلم عن سرعة التنفيذ، إذن vu que la rapidité d'exécution de l'ensemble des composants، إذن نتكلم عن سرعة التنفيذ مجموع المكونات، peut-être ralenti، peut-être ralenti. طبعا عندما نتكلم عن تنفيذ برنامج طبعا نتكلم أيضا عن تنفيذ مجموع المكونات. إذن طبعا هذا البرنامج لن يظهر إلا من خلال مكونات الحاسوب. إذن vu que la rapidité d'exécution de l'ensemble des composants، إذن بالنظر إلى سرعة التنفيذ لمجموع المكونات peut-être ralenti، يمكن أن تخفض سرعتها. طبعا ralentir يعني أنك تنقص من السرعة، إذن peut-être ralenti ممكن أن تنقص سرعتها par l'action mécanique du disque dur، إذن بالفعل الميكانيكي par l'action mécanique du disque dur classique، إذن بالفعل الميكانيكي للقرص الصلب الكلاسيكي، بالفعل الميكانيكي للقرص الصلبي الكلاسيكي. إذن طبعا القرص الصلب الذي رأينا فيما سبق والذي عنده يد ميكانيكية ثم عنده قرص صلب دوار، إذن هذا الدوران وهذه الحركة المعتادة في هذا القرص الصلب إذن ممكن تكون سبب تأخره، إذن ممكن أن تكون سبب من أسباب تأخر تنفيذ ما يطلب من الحاسوب، تأخر تنفيذ ما يطلب من الحاسوب. إذن أن SSD peut remplacer complètement un disque dur، إذا نتحدث عن قرص SSD peut remplacer، يمكن أن يعوض complètement بشكل تام un disque dur، يعني يمكن أن يعوض بشكل تام قرص صلب المعروف. mais lorsque des besoins، ولكن عندما حاجات، المقصود عندما تكون حاجات de stockage important، عندما تكون حاجات للتخزين مهمة. طبعا عندما تكون عندنا حاجة للتخزين، عندما تكون عندنا حاجة مهمة للتخزين، عندما نحتاج التخزين son nécessaire، فهذه الحالة هذه الأقراص الصلبة son nécessaire يعني أن تكون مهمة. un SSD pour remplacer un disque dur mais lorsque des besoins de stockage important son nécessaire. طبعا أقراص SSD يمكن أن تعوض بشكل كامل الأقراص الصلبة المعروفة، ولكن عندما تكون عندنا حاجة مهمة للتخزين mais lorsque des besoins de stockage important، ولكن عندما تكون الحاجة للتخزين مهمة son nécessaire يعني أن تكون ضرورية il est possible، إذن عندما تكون عندنا حاجة تخزين مهمة تكون ضرورية il est possible. إذن ملي تكون عندنا التخزين مهم، عندما تكون عندنا واحد التخزين مهم المقصود أنه كبير son nécessaire يعني أنها ضرورية. إذن عندما تكون عندنا الحاجة للتخزين الكبير ضرورية il est possible يعني أنه يكون ممكن، il est possible يعني أنه يمكن d'utiliser un SSD pour le système، يمكن أن نستخدم هذا SSD pour le système للنظام. طبعا مثلا الويندوز أو لينكس أو غيرهما، un disque dur classique pour le stockage de gros fichiers، إذن ونستخدم القرص الصلب للتخزين الضخمي للملفات. ما دامت حاجتنا للتخزين الضخم هي ضرورية، فإذا كانت حاجتنا للتخزين الضخم ضرورية إذن يمكننا أن نضع الاثنين، يمكن أن نضع قرص SSD للنظام نثبت عليه مثلا الويندوز أو اللينكس أو غيرهما، ثم نضع القرص الصلب الآخر المعتاد المعروف عندنا نضعه فقط لتخزين الملفات الضخمة. SSD sont en effet plus chers à l'achat، وهذا هو السبب، وإلا لجعلناها أيضا للتخزين. إذن SSD sont en effet plus chers à l'achat، إذن نتكلم عن أقراص SSD بأن أكثر غلاء كما لو نقول، يعني أنها أغلى من الأقراص الصلبة. إذن SSD sont en effet plus chers à l'achat، إذن طبعا أقراص SSD أنها أكثر غلاء عند الشراء. Les SSD sont en effet plus chers à l'achat.
إذن أقراص SSD أن أكثر غلاء عند الشراء كاباسيتي إكيفالونت، نتكلم عن أقراص بنفس القدرة، نتكلم عن الأقراص كما لو نقول بنفس الساعة، نتكلم عن الأقراص التي تكون في حجم الأقراص الصلبة، إذن أكاباسيتي إكيفالونت. إذن كما لو نتكلم عن القدرات المساوية أكاباسيتي إكيفالونت، إذا نتكلم عن القدرات المساوية أو المعادلة. إذا تحدثنا مثلا عن 200 جيجا عند لي ديسك دور عند الأقراص الصلبة، نتحدث بنفس الطريقة عن 200 جيجا عند الأقراص الاس اس دي. إذا نتحدث عن لا كاباسيتي إيكيفالونت، إذا الاس اس دي سونيفي بلو شير على شا كاباسيتي إيكيفالونت اي ريبيتي موان فيابل. طبعا والمعروف عنها أن أقل، طبعا نقول عن شيء بأنه فيابل يعني أنه يمكن الاعتماد عليه. إذا نقول عن هذه الأقراص الاس اس دي بأنها موان فيابل يعني أنها أقل ما يمكن الاعتماد عليه، يعني أن أقل اعتمادا عليها، يعني أنه لا يمكن الاعتماد عليها بشكل كبير. ريبوتي، إذا كما نقول بأن مشهورة ريبوتي موان فيابل، طبعا أنها عرف عنها بأنها أقل اعتمادا عليها، عرف عليها حسب التجربة طبعا بأنه لا يمكن الاعتماد عليها بشكل كبير. دون لو طون بور لا سامبل كونسيرفاسيون دو دوني، بور لا سامبل كونسيرفاسيون دو دوني، إذن لا يمكن الاعتماد عليه بشكل كبير في الزمن. بور لا سامبل كونسيرفاسيون دو دوني، بور لا سامبل كونسيرفاسيون دو دوني، لسبب بسيط كما لو نقول المتعلق بالاحتفاظ بالبيانات، متعلق بالاحتفاظ بالبيانات. سلبيات هذه الأقراص أنها من جهة غالية الثمن، ومن جهة أخرى أنها لا يمكن الاعتماد عليه بشكل كبير في حفظ البيانات. إذن هذه باختصار أقراص الـ SSD. نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.